المزيد حول أخبار بعثة منتخبنا الوطني ومباراة المصرية بعد غد أمام روسيا. ينضم إلي عبر الهاتف الزميل إبراهيم عمر، وفد شبكة قنوات أون. إبراهيم، أهلا بك. ما هي آخر المستجدات لديك في ميران منتخبنا الوطني قبل مواجهته أمام روسيا؟ أهلا بحضرتك. آخر مستجدات في ميران منتخبنا الوطني، هو ميران المنتخب لسه بادئ بالضبط بقاله ربع ساعة. خدنا النهارده يتمرن الساعه 7:30. التمرين النهارده تبقى تمرينه خفيفه، مش هيكون فيها حمل بدني. مستر كوبر هيدي محاضره بعد التمرين او بعد العشاء، العشاء يكون الساعه 10 في الليل. المحاضره الفنيه للمباراه والتاكيد على اللعيبه على التعليمات اللي هيديها لهم مستر كوبر للحد من خطوره الفريق الروسي اللي بيتميز بمهاجمين اقوياء بدنيا جدا وسرعة، وطرفين جناحين عنده عن المنتخب الروسي، يمتلك جناحين على مستوى عالي جدا. ايضا مستر كوبر هيتكلم معاهم من الناحيه النفسيه، ان هو يأهل اللعيبه من الناحيه النفسيه. المنتخب الروسي فاز في المباراه الاولى على السعوديه بنتيجه كبيره جدا، 5 أهداف نظيفه، ودي طبعا بتدي له معنويات كبيره جدا 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 في البطوله على ارض وسط جمهوره. ايضا الدعم الجماهير الكبير اللي هيكون هنا من الشعب الروسي للمنتخب، ما كانوش متوقعين من كلامهم معانا كذا مدينه رحناها ان هم منتخبهم، هم كانوا في دماغهم ان منتخبهم مش منتخب قوي، مش منتخب اللي هو يقدر ينافس. هم فرحانين بوجود كاس العالم على ارضهم، وان منتخبهم بيشارك على قد ما يقدر منتخبهم يحقق نتائج ايجابيه. لكن الفوز في اول مباراه بخمس اهداف نظيفه والاداء اللي لعب فيه المنتخب الروسي كان مبهر وطمع الجمهور الروسي بلغه الكوره ان هم يشوفوا منتخبهم متاهل للادوار التاليه. مستر كوبر مع اللعيبه بيكلمهم طيب طبعا السؤال الذي يهم كل المصريين وربما كل العرب هو مشاركة محمد صلاح كلاعب رئيسي، يعني هل باتت المشاركة بالفعل مؤكدة، خاصة مع تأكيدات من كابتن إيهاب لهيطة مدير المنتخب شدد أنه بالتأكيد سيكون مشارك أساسي في مباراة الغد إن شاء الله؟ بالتأكيد محمد صلاح إن شاء الله هيكون في مباراة الغد أساسي منتخب مصر، هو هيكون في التشكيله الرئيسيه لمنتخب مصر. مستر كوبر فضل عدم المقافره او مشاركه محمد صلاح في مباراه اوروجواي. مستر كوبر كان خايف لو محمد صلاح ممكن يتخبط او الاصابه تتجدد، كان عايز محمد صلاح يكون جاهز 100% عشان يقدر يشركه. مستر كوبر اللي كان في دماغه ان هو كان بيقول الاعب اللعيب بتاعي ربع ساعه او ثلث ساعه واختار ماتشين، والله احافظ عليه الماتش ده والعب فيه ماتشين، يعني لو كسبتهم يأهلوني لدور ال 16 اكون حققت انجاز. ده اللي كان في دماغ مستر كوبر، لكن صلاح سليم بنسبه 1000000% وان شاء الله هيكون بادئهم. هل كون المباراه غدا على امام فريق هو الفريق البلد المضيف على ارضه وسط جماهيره، هناك مخاوف بعض الشيء من هذه العوامل في انها تاثر على سير المباراه؟ بالتاكيد هيكون في دعم جماهيري كبير جدا للمنتخب الروسي. ايضا الخوف، وده اللي كنا بنتكلم فيه اليومين اللي فاتوا، وكنا بنتكلم فيه برضه مع الجهاز الفني، ان الخوف من الحكام ان هم ممكن يجاملوا المنتخب المضيف ويكون القرارات عكسيه على منتخبنا لصالح المنتخب الروسي. احيانا كده بيبقى فيه سياسه بتتلعب في هذه البطولات، ان يعني بيبقى الاعتماد ان الفريق المضيف او البلد المضيف يكمل عشان يضمنوا نجاح البطوله من الناحيه الجماهيريه والتسويقيه. الحاجات دي بتحصل فعلا، احنا ما بنقولش الكلام ده من فراغ، الحاجات دي بتحصل في بطولات كثيره جدا. لكن اعتقد ان كاس العالم ده اكبر بطوله كرويه في العالم، ما ينفعش يحصل فيها الكلام ده، لازم يكون الحكام فير ويدوا لكل واحد حقه. وان شاء الله هنشوف بكره ان شاء الله اداء مشرف لمنتخبنا وما يكونش في تاثير سلبي او تاثير عكسي من الحكم. طيب كابتن احمد فتحي، ايضا مفترض انه تمت اصابته للاسف في اثناء التمرين، هل الاصابه مؤثره؟ هل هيكون مشارك في المباراه ان شاء الله امام روسيا؟ احمد فتحي سليم، منتخبنا خالي من الاصابات، سواء كان احمد فتحي او محمد صلاح، سواء طارق حامد الحمد لله او عمرو ورده، كلهم جاهزين وكلهم مستعدين للمشاركه. فتحي اللي حصل امبارح في التمرين ان هو حس
بعض الاجهاد في ركبته، فالجهاز الفني فضل راحته وطلع من التمرين، عمل تدريبات علاجيه وعمل جلسات علاج طبيعي وفتح سليم ومشارك في التمرين الآن. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراه امام روسيا. شكرا ابراهيم عمر، مفد شبكه قنوات اون الى روسيا.